شجاع قوي البطل الهمام كريم مغداد. المهم فأنا بس شغلة بسيطة واحدة بنشوف يا جماعة منو الممثل اللي راح يمثل دور عمر في هذا المسلسل. كان عمر طوالا أصلع شديد الأدمة يعني أسود، كان أعسر، كان يصفر لحيته يخلي لحيته يعني يصبغها، وكان شديد السمرة، وكان أحول العينين. فإذا بالكمبيوتر تسوي رسم تقريبي لعمر، وكان دائما إذا عصب يفتل شواربه. فالرسم التقريبي لعمر هو بهذه الطريقة اللي واضحة على الشاشة الآن، واضحة على الشاشة أن عمر إذا تسوي اللحية اللي كاتبين عنها والأصلع والأحول والأسود، وكان يفتل شواربه، له شوارب كبير. فطالعوا يا جماعة الممثل اللي مخلينا يمثل دور عمر، وحاطينهم راح منقي لهم احلى احلى ممثل بالهذي، ومخلين يعني عمر كان حلو، كان جسمه. فانا اللي اقوله خلي الصوره، فانا اللي اقوله ان في واحد من الاخوان بس اللي هلا يخافون انا عشان يا جماعه ترى هذا الشكل تقريبي بالكمبيوتر مسوينا العمر على حسب الروايات اللي موجوده. فنتمنى من القائمين على المسلسل انه يذكرون المسلسل وتكون حلقاته كالتالي: الحلقة الأولى كيف حملت صهاك من ابنها، والناتج من تلك السلالة هو عمر، شلون صار الزنا المركب في ولادة عمر وموجود في رواياتهم، أيام الجاهلية وشرب الخمر وعبادة الأصنام العمر المفروض يخلونها، كيف دخل الإسلام، احتضار النبي وجدال عمر للنبي عند احتضاره ويقول إن النبي إن الرجل لا يهجر المفروض يخلونها، يخلون التآمر على سلب الخلافة من الإمام علي في سقيفة بني ساعدة، تخلفه عن جيش أسامة وقد لعن النبي من تخلف عن جيش أسامة. هذه الحلقة السادسة. الحلقة السابعة الهجوم على دار السيدة فاطمة والأمر بإشعال النار فيها لأخذ بيعة الإمام علي قصبا، الهجوم على الدار ولطم خد الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: يرضى الله لرضا فاطمة ويغضب لقضبها. الحلقة التاسعة: عصر الزهراء وراء الباب وإجهاض جنينها المحسن. الحلقة العاشرة: ركز المسمار في صدر الزهراء وكسر ضلعيها، وقد قال النبي: إنما يؤذي فاطمة يؤذيني. وكز السيدة فاطمة بنعل السيف وضربها بالصوت، هذه خلوا لها حلقة بعد. واغتياد الخليفة الشرعي والموصى من قبل النبي صلى الله عليه وآله الإمام علي إلى المسجد لأخذ البيعة منه قصبا، لعنة الله على عمر. وإضافة عبد الله رحمه الله والدك، لعنة الله على عمر، ولما خذ الصحيفة من يد فاطمة سلام الله عليها وتف فيها يعني يشيلها بقرة بصق، نعم بصق عليها يعني بقر الصحيفة، تقول بقرة صحيفتي بقر الله بطنك، والله استجاب دعاء الزهراء على يد المؤمن الشهم الفارس الشجاع أبو لؤلؤة فيروز، وبقرة بطن عمر.